شنو دوركم بالمظاهرات المقبلة؟ يعني لحد الآن إحنا تدري يعني عندنا مرجعية، مرجعية يعني سياسية إدارية دينية، وبالتأكيد سمحت السيد الصدر دائما مع المواطن العراقي، وأنت تعرف سعد نجم، وقدمنا بينت أنه نحن داعمين، ولحد الآن لم يصدر شيء بشكل صريح وواضح حول التظاهر أو عدم التظاهر. أنطى الحرية، أنا لاحظت السيد الصدر أنطى الحرية للتظاهر وأيد التظاهر ودعم التظاهر. وخلنا نعطيك بعد أشياء، أنا زرت أغلب مجالس العزاء في مدينة الصدر باعتبار أغلب الشهداء هم من مدينة الصدر. في 57 60 شهيد، أكثر من 60 شهيد في مدينة الصدر. واحتذر عن العوائل اللي ما زرتها لأن ما قدرت أزور الكل لأن أعداد كبيرة، والوقت طبعا الفاتحة هي يومين بالمدينة، فما قدرت أزور الكل. زرت طبعا أغلبهم بالمناسبة هم من أبناء مدينة الصدر وصدريين الانتماء صراحة، خليني أقول. ولذلك والسيد الصدر ما كان منطي يعني تبليغ أو للتظاهر، صح لو لا؟ بس الناس طلعت، فما تمنع أنت الناس ما تطلع، من منحهم؟ ولذلك طلعوا متظاهرين، بس قلت لك أغلبهم الجرحى والشهداء هم من أبناء مدينة الصدر وصدريين الانتماء.